لبدي، فراح تكون الديمايند مالتها مالت النيوتريشن حتكون اقل، فراح تتخيل السايز مالتها اكبر لو اصغر حيكون طبعا اصغر. فاذا تشوفون الفري ليفينج بالنسبه للفيميلز حتكون 1 مليمتر باي 60 مايكرومتر، اما بالنسبه للباراسيتيك تايب حتكون 2.2 مليمتر باي 45 مايكرومتر. الايجز طبعا حتكون مش يعني متشابهه بالاثنين بالفري ليفينج والباراسيتيك تايب. إذا شوفون شباب الجنرال features of strongyloid stercoralis الفيكو أورا transmission of infected phalaenopharm from the contaminated soil or food or water. إذن ممكن إنه تنتقل عن طريق ال contaminated food and water، أو ممكن تنتقل يعني ال human infection عن طريق the skin penetration. إحنا قلنا بالنسبة للأسكارز كانت الروت اوف ترانسميشن مالتها شنو؟ اورالي. اما بالنسبه للهوك وورم كانت الروت اوف ترانسميشن هو شنو؟ السكين بنتريشن. طبعا هنا من اخذنا بالاسكارس بالهوك ان شفنا اللارفا، وكان كانت اللارفا عندها ماني فورمز، او يعني سمينا لارفا 1 لارفا 2 ولارفا 3 و 4. هنا ما بين بتوين لارفا 1 and 2 هو شنو اكو مرحلة شنو نسميه مولت، يعني هو الانسلاخ وراح تتحول. فمثل ما قلنا الانسلاخ هو ري نيو نيو اوف ذا اتس كيوتيكل اور كفرنج، يعني الكفر مالته من تنسلخ من عندها حتتحول من لارفا 1 الى لارفا 2 او 3 او 2 الى 3 وهكذا. زين اخذنا احنا شباب بالاسكارس وايضا بالهوك انه لارفا حتمشي، يعني هنا حتمشي وتسوي ميجريشن ثرو ذا هيومن بودي وراح تعبر لي يعني الى الهارت، ما دام تدخل بالسيركيليشن حتدخل تروح للرايت سايد اوف ذا هارت اند ذين تو ذا بولمينري باي بولمينري ارتريز تروح الى اللنج على ذا ليفل اوف ذا الفيلاي. هذه هنا نفس الحالة شباب، إذا هتروح طبعا إذا دخلت penetration حتدخل من الكوتينيوس بلاد فيزاز إلى اللانج وسوي لي مشاكل. هنا المشاكل اللي سوتها الأسكارز والهوك سوتها لو فلار سندروم، لأن هنا نفس الحالة. لهذا من قلت لكم إن شاء الله من أخذنا الأسكارز من قلنا لو فلار سندروم هو not specific for أسكارز، وإنما ممكن إنه caused by other parasitic agents like hookworm and strongyloid stercoralis. زين اذا طبعا طريقه الرجوع الى الانتستين، لانه يسمى بالانتستين لان احنا سميناها انتستينال نيماتودا، حتكون شنو ميكانيكال وليس عن طريق البلاد، لانها حتكبر حيكبر حجمها، فراح تكون تتحول يعني افتر مولتنج تتحول ان ذا لانج، راح تتحول وين الى ال 3 أو 4 لارفا وتروح إلى الفارنكس وبعدين يعني التراكيا وبعدين تعبر إلى الفارنكس وبعدين سبولوينج وانتر ذا دودونوم وبعدين أبر دودونوم بعدين تروح إلى الانتستين، يعني الانتستين بالأبر دودونوم. هنا شباب إحنا قلنا لارفا according to the genetic material مالتها، إذا كانت هي فيميال تتحول إلى فيميال، إذا كانت ميل تتحول إلى ميل. احنا بدنا نحكي على لارفا واحده، نحكي على يعني تيبكال لايف سايكل، تخيل مئات او الاف من عندها، فهذه كل لارفا تتحول الى فيميلز واكو لارفا تتحول الى ميلز، فهذه وين تروح الى الدودنم او ابر دودنم، وبعدين تبدي شو يصير بها، يصير بها كابوليشن، حتبدي يصير فيرتلايزيشن وتنطيني الايجز. الايجز حتكون مالتها شباب تشبه الهوك وورم eggs اللي حتكون بها cells اللي احنا قلنا نسميها بلاستومير من 4 to 8 cells. بالنسبة لل eggs هذه حتروح وين؟ راح تكون production with the feces إلى outside the body، تتحول in the soil إذا rapidity form اللي هو قلنا الكاركتر مالته أو الفيشر مالته أخذناها أكيد أخذتوها بالعملي، راح تكون شباب eating of the bacteria or waste material. وبعدين ايضا راح احاول على bulb esophagus وتكون non infective، تتحول rapid form الى
فلاريفورم اللي حتكون شنية، اللي حتكون انفكتيف ستيج وتكون نان ايتينج، لأن حتكون حاوية على كلوز كلوز ماوس. هنا احنا مثل ما قلنا المفروض اذا كانت النوع مال تباراستيك هذه الفلاريفورم تدور الى سكن اوف ذا هيومن وتدخل عن طريق السكن وتسوي لي اللايف سايكل هذا تعيده. هذه في هذه الحاله من هذه من هذا الفلاريفورم تتحول الى او تدخل الى الهيومن عن طريق السكن بنتريشن. هذا ايش راح يسوي لي؟ حتعيد اللايف سايكل، حتسوي لي ريسايكل. زين هذه في حاله انه باراسيتك. في حاله انه ملقت هيومن، ملقت هيومن هذه الفلاريفورم اللي هي كلوزد كلوزد ماوس وحاوي على النان بالب ايزيفيكاس وتكون شويه ثين يعني كل لونجر دان رابيديتي فور. هنا في هذه الحاله شباب في حاله وجود عدم وجود الهوست المناسب حتتحول الى ميل وفيميل، يعني تحول الى ادلت وهي وين ان ذا سويل. في هذه الحاله اسميها فري ليفنج، فري ليفنج تايب اوف سترونجولوجي، ما راح تموت يعني لما حتكمل شلون نسميها الحياه البريه، يعني فري ليفنج تعيش برا. لكنه في حاله انه لقيت وهي في حاله الفلاريفورم انه لقيت فد هوست اللي هو قلنا الهيومن حتدخل عن طريق السكن وتعيد هذه هي اللايف سايكل. اكو احد سؤال على اللايف سايكل شباب؟ شباب الصوت واضح، الصورة واضحة؟ نعم دكتورة. عندكم سؤال؟ سؤال على اللايف سايكل؟ لو توضحت الصورة. هنا شوفون شباب اكو فد هنا مخطط يوضح لي، هنا يوضح لي اللايف سايكل يعني بكلش بسيمبل واي. هنا نشوف الهيومن وينطيني الايجز، الايجز ينطيني الربيتي فورم وبعدين الفلاري فورم وبعدين البنتريشن سكن وراها ماجنيت ثرو ذا بلاد ستريم الى الهارت بعدين الفيلاي اوف لانج تركيا وبعدين swallowing in the to the gut. هذا هو طبعا هنا شو راح يصير عند الشباب انه ممكن تصير احنا مثل ما قلنا free living وتكون تكمل حياتها بالسويل. وممكن ايضا شباب الايجز الموجوده in the human، الايجز الموجوده in the human ما راح تخرج in our production with the feces وانما حتبدي تكمل حياتها in the intestine. In the intestine فراح يسوي لي تتحول إلى ربتي فور وبعدين فلاري فور وتدخل عن طريق ال blood circulation عن طريق الميكوزا إلى ال circulation وتبدأ تروح لل عن طريق الهارت إلى اللنج وتكمل اللايف سايكل مالتها وترجع نفس الشيء عن طريق التراكيا عن سولونج ماذا الفارينكس وبعدين تبدي توصل ترجع الى الانتستين. في هذه الحاله اسميها اوتو انفكشن، يعني هي بداخل الهيومن نفسها سوت لي اعاده نفسها، اعاده تشكيل نفسها. هذه سترونجلود حقيقه مشكله لان تبدي لي تسوي لي كرونيك سيتي، تدخل بالستيج اوف كرونيك سيتي. هنا أنا اسميها هذا الحاله هي اوتو انفكشن. اوتو انفكشن هو شيء عباره عن ري انفكشن اوف ذا اون هوست. وطبعا الاوتو انفكشن هو تو تايبس، يا اما انترنال يا اما اكسترنال. الاكسترنال شباب يعني هو المعروف، يعني هذا دائما احنا الاكثر شيء بين البيبيز نقول له قلم اظافرك، اعتني بنظافتك، واشنج اوف ذا هاندز افتر ديفيكيشن. ليش؟ لان احنا نخاف من انه ينعاد الانفكشن تو ذا هيومن. بالنسبه للاكثر الديزيز اللي يصير فيها اكسترنال اوتو انفكشن هي شنو؟ هي اللي تنتقل عن طريق الفيكو اورال. فممكن البيبي هو نفسه مثلا اذا مثل احتمال الانترابياس او الجراد ياسز هذه ممكن انه راح تنتقل عن طريق الاسطول
وحتى نفس الاسترونجلويد نفسها، لكن هو لا لا الاسترونجلويد مستر لانه لازم تتحول الى ريديفورم بعدين في الريفورم. اذا كانت اكسترنال ما يسوي اكسترنال، لكن يسوي انترنال اوتو انفكشن. هنا الشباب يشوفون انه الاكسترنال اوتو انفكشن ممكن يصير اني ديزيز في ترانسيت بادي في كورن، لكن الانترنال اوتو انفكشن بي في حالات خاصه. مثلا هنا بالسترونجلويد يشوفون انه هو بنفسه داخل الهيومن تحول من الإيجز المفروض يطلع of the body، لكنه تحول from the egg into the rhabditi form and then into the filari form inside the human body، وكمل اللايف سايكل وتحول إلى ميال وفيميال وأيضا بدأ production of the intestine. فهذه هو الأوتو انفكشن. هو يعني إذا تشوفون شباب هذه مخطط قدامنا تشوفون رقم 10، باعوا لي على رقم 10 شوفوا هو auto infection repetitive form larva in large intestine become filari form larva and penetrate intestinal mucosa or perianal skin and follow the normal infective cycle. ده شوفون هذا الauto infection أسميه النوعية ما تسوي أسميها internal وليس external، أسميها internal وليس external. الباثوجينيسيس يعني أنا ممكن إنه كان إذا كانت ال number of parasites كانت low ممكن إنه تمشي. طبعاً ال patient كان يعني good immunity ممكن تمشي الحالة على شكل asymptomatic. زين إذا كان low warm burden يعني العدد قليل، لكنه إذا كان كل ما كثر العدد كل ما كان أيضاً سبب لي مشاكل أكثر. تلاحظوا احنا ممكن نقسم الباثوجينيسيتي والسيمتومز مالته والساين الى 3 بارتس. ممكن ابدي بالسكن يعني سكن بنتريشن او المشاكل اللي ممكن انه تحيطها، حتكون ممكن لوكال انفلاميشن اور انجري ات سايت اوف ذا بنتريشن اوف ذا لارفا، وهذه ممكن تكون الحاله يعني تمر بسلام وبدون ما نحس وبدون أن نشخص أنه لأن هي حقيقة تكون سلي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي حالة البولميناري أو اللانج، وهنا مثل ما قلنا بيكوز allergic manifestation in case of number of eosinophil فسوي الإيزينوفيليا حتنطيني اللوفتر سندروم اللي هو قلنا look likes of asthma. طبعا ممكن فيفر وكف وchest pain وهذا طبعا مثل ما قلنا شباب نتسسك فور ذا سترونج لود ممكن نشوفه بالاسكارس بالهوك ور. الاذر هو الانتستينال ممكن يسوي لي بيكوز الاوتو انفكشن. شباب احنا قلنا انه الانتستينال هو شيء جديد بالنسبه هو سبيسيفيك للسترونج لود بيكوز انتستينال اوتو انفكشن حيزيد لي الورم بيردن حيصير هاي ور بردن. فممكن شو يسوي لي يسوي لي انستانال دامج وممكن سيبسز. ليش انه هذا يصير هذا احنا نشوف انه هو الربتيتي فورم والفلار فورم تكون حجمها اكبر من حجم الايز اللي ممكن انه تخرج بالود ستول وتنتهي المشكله. لكن هنا لا حتبدي تكبر تتحول الايز الى لابتي فورم ثم الى الفلار فورم اللي هذا يسوي لي بنتريشن عن طريق الانسان ميكوزا أو بيري أنال سكين. هذه شباب هذه العملية ممكن يسوي لي سبسز وممكن وجود السكادر بكتيريا انفكشن ممكن يسوي لي مشكلة. فهذه هي المين أو الكلينيكال سيمتومز ممكن نقسمها إلى ground itch. إحنا قلنا مثل تشبه يعني ممكن يسوي لي itching pruritus مثل الهوك يعني السكن بنتريشن اوف هوك وور نيمونيا نيمونايتس فروم لانج انفكشنز وانستانال دامج ايدينا. الايدينا طبعا جاي بسبب الالرجي وانكريز اوف ذا نمبر اوف ايزينوفيليا. انفلاميشن انكريز سكريشن اوف ميوكوس طبعا لانه دوس عندي انفكشن وانفلاميشن ات ذا سايت اوف ذا بنتريشن اوف ذا فيلاري فورم ديورينج اوتو انفكشن. بيجاسك بين طبعا لانه متوقع لانه كل ما صار الانكريز اوف ذا وورم بيردن كل ما صار عندي طبعا بين وبرجر والاشياء متوقعه. ميوكوس دياريا طبعا لانه دي يصير عندي من يصير انكريز سكريشن اوف ميوكوس يعني يروح الى ستول. ايزونوفيليا
ال diagnosis شباب إنه هو شنو detection of the strangloid larva in stool sputum or urine. حتى اليورين شباب ممكن أني يعني أتوقع إنه موجودة بيها اللارفا. ليش؟ لأنه دي سعدي increase burning of worm وممكن إنه هي بال تروح بال secretion يصير in the circulation. فممكن إنه نسميها blind يعني ممكن إنه تظل موقعها أو هي مفروض تروح بال عن طريق الهارت إلى اللنج. ممكن إنه تظل طريقها وتوصل إلى الكيدني أو رينال وتروح إلى ويا اليورين. يعني كلش متوقع ممكن تبقى بال باللنج وتخرج ويا سبيوتام. يعني كلها متوقعة. وممكن إنه عن طريق ال detection of strangloid in the Lidinal aspiration. Diagnosis other any of diagnostic method هو direct smear technique working concentration method of stool وأيضا serological test. الحقيقة ال distribution of the strong load موجودة شباب بال يعني ال typical area وسبب ترافيكال اريا. وبالنسبه للمناطق اللي هي فور طبعا تحتاج يعني اكثر شيء اللي يحوي على الووتر اللي هي ديرتي ووتر. ليش؟ لانه هذه الستول انا ما تروح حاوي على الايجز حتكون اكيد حاوي تتحول الى رابتي فورم وفدارك تحتاج الى فات سويل او ووتر او ديرتي ووتر. فهذا ممكن القيها بالرورال وايفن ان ذا اربن ارياز. وبعدين نشوف انه السكن كونتاكت اكثر شيء حاصل بالفارمرز بين فارمرز اللي ذول اكثر معرضين لهذا الانفكشن. وطبعا هنا about 70 different countries يعني which have the strangloids stercolaris especially rural Argentina وامريكا موجودة يعني حقيقة بمناطقهم هم. prevention طبعا washing off هذه simple practice اللي احنا اللي هي كل very important هي washing of hand or wearing covered foot wear when outside لأنه هي ال route of transmission يمات عن طريق ال skin penetration. أحد عنده سؤال شباب؟ بالنسبة للtreatment عندي يستخدم البندازول وميبندازول لكن ممكن يستخدم الايفرمكتين يعني يعتبر الدراج اوف تشويس خصوصا بالذولا الامينو سبريشن بيشنتس والاهل الاتش اي في انفكشن. ليش؟ لانه هذه الايفرمكتين كل شيء يكون الحقيقه هايلي افكتيف اجينست ذا سترونجلويد لكن مشكلته انه وذ ذا هاي سايد افكتس يعني يعني بس احنا بنها مشكله الامينو سبريشن بيشنتس حيكون عندهم لو immune status فنحن حيكون الاوتو انفكشن اللي احنا قلنا internal auto infection حيكون highly يعني highly rate of the auto infection. فلهذا أنا أتحمل يعني يغضون النظر عن السايد افكت في سبيل انه يقضون على السترونجلويد حتى أتخلص من internal auto infection اللي يسوي لي مشاكل عديدة ويسوي لي high warm burden in the human. يعني طبعا المستخدم بالعراق هو البندازول من بندازول الموجودة وهي effective يعني ممكن تستخدم خلصنا شباب strangloid. هنا شباب المحاضرة يعني أنا قسمتها إلى أول شيء إبيديمولوجي وبعدين مورفولوجي نفس ما أخذنا هسا وبعدين اللايف سايكل والباثوجينيسيس نفس اللي هسا شرحناه وبعدين الكلينيكال قسمتها إلى جي آي تي و سكن ودياجنوزز وتراكن لنا شباب خل أشوفكم الصور. تراكينيلا سبيرالز
هنا أنا شباب ممكن البعض يعتبرها هي اكسترا انتستاينال، وبعض البعض الاخر لا يعتبرها انتستاينال، لكن انا اعتبرها انتستاينال. ليش؟ لانه الميتنج اور كوبوليشن اور فيرتلايزيشن اكر ان ذا انتستين. لكن هسه تشوفون ليش بيصير عليها الاختلاف وصار الحكي عليها. هسه نشوف ان شاء الله السبب. تركينا سبايراليز، من اسمه سبايراليز احنا قلنا نستفاد من الساينتفك نيم. سبايرالز يعني هي ملتفة، إذن هي حال ما تنساها هي تراكينلا سبايرالز، إنه هي تلتف على فتشي وتتكوم. يعني هسه إن شاء الله تأخذوها. شوفوا شباب ال disease name هو تراكينوسيس أو ترانكيلوسيس. الورم اسمها تراكينلا سبايرالز. الكوزيتيف agent of تراكينوسيس يعني عقلق قديمة بال 1800 the muscles of the patient at أوتوبسي. إذن تشوفون شباب الاسم الديزيز يرهم الاثنين، هو ممكن نسميه تراكنوسيس وممكن تراكنلياسيس بالاثنين هي هو أو ترانكياسيس بالاثنين هي هو صحيح. بالنسبة الأهم شيء هو الـ ways of transmission. إحنا نأخذ الـ parasite، أخذ الـ way of transmission هو عن طريق الـ undercooked pork، يعني هو لحم الخنزير. لكن إحنا ليش نأخذها شباب؟ لأنه هي ممكن تسوي لي misdiagnose or with other parasitic infection. إذن التراكيلا هي عبارة عن minute size of adult from the trichos hair. الاسم يعني وهو جاي من refer to the spirally coiled appearance of the larva in the muscle. التراكيلاسيس distribution يعني موجودة بأمريكا وأوروبا آسيا، وموجود ماليزيا وفيتنام وتايلاند وتشاينا وسوريا. إذا منطقة الميديترينيان أريا ممكن إنه نلقيها، وأيضا نشوفها أيضا in the India. فهي منطقة هي حقيقة ممكن أسويها أعتبرها سبورادك، لأنه ما كفت منطقة معينة وإنما هي highly distribution infection. الـ entire host life cycle of this parasite ممكن نحدد إنه one host. وعن طريق الإبدي ingestion of the larva in the pork، يعني هذا اللحم الخنزير حيكون حاوي على اللارفا، على حاوي على اللارفا اللي هي تكون spiral ومرتفة in the muscle. فهذه من تأخذ عن طريق هذه الـ accumulation of the cyst نسميها nerve cells، حتكون تنتقل إلى الأورال كافيتي، تنتقل بعدين إلى الستومك، تعبر بعدين إلى السمول انتستين، تتحول إلى ميال خيميال وتبدي الكوبوليشن to produce larva. إذا تتذكرون شباب إحنا بالمحاضرة الأولى بالنسبة عن الهيماتولوجي أخذنا إنه ممكن سوينا classification للديدان in general إلى الأوفي باروس وفيفي باروس وأوفي فيفي باروس، يعني شنو ولودة وبيوضة وولودة بيوضة. هنا شباب هذه أعتبرها فيفي باروس، يعني شنو there is no eggs، وإنما شنو تلد ولودة. فهذه الفيميل يعني فيميل of this parasite حتسوي لي تضع اللارفا small larva. هذه small larva يعني إذا من أقول لك مثلا أرسم ال egg of trichinella spiralis تقول لي there is no egg because the female is viviparous، يعني هذه الإجابة المثالية. فلا تستعجل، فممكن أنا أجيب هيك سؤال زين. فهذه اللارفا شباب اللي سمول لارفا ممكن انه تنتقل عن طريق السيركوليشن، تدخل الى الميكوزا وبنتريشن الى السيركوليشن، وممكن تبدي لي شباب تروح الى سكيليتال مصل وتبدي تسوي لي تدخل بالدورمانسي. ليش؟ هنا تبدي هي الحقيقه لقوا انه هي تروح الى سكيليتال مصل، ايفن كارديك مصل ممكن تروح هنا تحاول انه تبدي تبحث عن مينتيننس اوف ذا سبيشيز، انه هي تبدي تدخل بالدورمانسي والسلو داون ذير اكتيفيتيز اور نورمال اكتيفيتيز اكشن. ف
فتبدي تتحول إلى تلتف هذه اللارفة وتنطين شكل سبايرل. هسا أنتكم شكلها إن شاء الله زين. فتنطيني النيرس سيل، نيرس سيل. فهذه شباب السكيت المصل هنا أنا أكل فت طبعاً فد many explanation about choices of سكيت المصل بالذات هو شنو؟ أنه ممكن because الهايبوكسيا، يعني هنا المصل هي يعني low oxygen، فهي ما رح تتحمل الهاي أكسجين إن تستن أو إن سيركوليشن، فراح تبحث إلى منطقة تكون هايبوكسية، فتبدي تسوي سبيراليشن وتستقر في منطقة المسلز. خلينا نشوف شباب هنا بالنسبة للثري سايكل، ممكن إنه السايكل ممكن تكون بتوين، يعني هي حقيقة هو زونوتيك ديزيز، هو زونوتيك ديزيز بيج تو بيج رات تو رات وفي فيتال سايكل. شوفوا شباب هنا أنا شفت هنا اللايف سايكل بكل يعني سهولة، هو إذا تلاحظون حرف أي هنا أنا حيكون هنا الويست ماتيريال اللي هي شنو، اللي هي اللي جاي من أذر بيج، اللي هي المسلز مالت أذر بيج. إحنا مثل ما عرف البيج يعني يأكل anything dirty هو يعني dirty animal، فممكن يأكل حتى بقايا الأذر بيج، فلهذا ممكن يتحول أو ينتقل إلى المرض، فيتتحول هذه الـ eggs أو الـ sorry ماكو eggs، هنا قلنا أكو nurse cells and their muscles إلى adults in the intestine، بعدين تبدي لشباب تبدي تدخل circulation وتبحث عن سكيليت المصل، سكيليت المصل، واكثر شيء هي معرض هي الدلتويد مصلز، وتبدي تسوي دورمانسي الى ان يذبح هذا الخنزير ويؤكل. هنا نشوفون طريقه يعني الكوكينج، هي اكثر شيء هم يشوحوه، يعني ما يطبخوا طبخ، لان هو الحقيقه ما يتحمل درجه حراره عاليه، لكن هو طريقه طبخهم هم هناك، فدائما اندر كوكت يعني خصوصا البورك، فينتقل تبقى هذه النيرسيلز ان ذا هذه المسلز او هذه القطعه او هذا البورك، فتبدي تدخل الى للهيومن، وفيعتبر الهيومن هو اكسيدنتال، الحقيقه اكسيدنتال هوست، لان هو اصلا هو الديزيز زونوسيس وبتوين بيج تو بيج، وممكن ممكن هذه الايجز او سوري الويست ماتيريال الحاوي على النيرسيلز ممكن تنتقل الى الرات، لان الرات ممكن ياكل الويست ماتيريال هذه ويبدي ينتقل من رات تو رات او بيج تو بيج، لكن ممكن ينتقل من بيج فروم ذا بيج تو ذا هيومن، قلنا از اكسيدنتال هوست، وممكن يكمل اللايف سايكل ويعتبر الهيومن هو ديد اند، ديد اند لانه الانسان يدفن بعد الموت، يعني ما راح يؤكل، فلهذا ما راح يكمل اللايف سايكل، فيعتبر الانسان اول شيء اكسيدنتال هوست وثانيا يعتبر ديد اند بالنسبه للديزيز. شباب اكو سؤال؟ شباب أحد وياي؟ ماكو أحد؟ وياك دكتور. أوكي. أكو سؤال؟ يبدو ماكو. إن شاء الله. زين شباب المورفولوجي هي قلنا بالنسبة للتايكلين سبايرلس is one of the smallest nematode، هي كلش يعني الحجم مالته كلش صغير، ونشوف انه الميل يعني 1.5 millimeter والفيميل تكون شوي اطول، هي 1.5. الانتيريور هالف اوف ذا بودي يكون thin وpointed، وايضا نشوف انه there's no، اهم شيء هو there's no eggs، وانما الميض حتكون بيبي باروس، وتدي تسوي تنطين فقط لارفا اللي هو سمول لارفا. اللايف سايكل مثل ما قلنا شباب الويز اوف ترانسميشن، من اقول لك الويز اوف ترانسميشن حتقول لي ايتينج اوف اندر كوكت بورك،
contain nerve cell. هذا هو الويز of transmission. لا هي لا هو skin penetration ولا egg eating. وإنما هو نقول إنه eating of the larva اللي موجودة as nerve cell in the undercooked pork. إحنا قلنا nerve cells هاي موجودة بالبورك تكون محاطة بال بهذا الشكل. شباب شوفوا life cycle. إذا تبعوا لي رقم واحد شوفوا لي رقم واحد شباب هو هذا ingestion of the undercooked meat اللي هو قلنا especially pork. وطبعا هنا نلاحظ انه بال جنوب شرق اسيا هذه البلدان الغريبه العجيبه ياكلون اي شيء شباب. ممكن ان ياكلون الرات, ممكن ياكلون الرات اللي حاوي على نير سيلز. يعني هنا حيكون السورس اوف انفكشن حيكون تو, يا اما بورك يا اما الرات. فهذه حيكون بوث اوف ذيم حيكون حاوي على النير سيلز اللي ممكن شباب تنطيني تنتقل طبعا اورا الى الدبر ستومك الى الانتستين. شوفوا لي رقم اثنين, شوفوا لي رقم اثنين باللايف سايكل. نشوف اللارفا باست ان ذا سمول انتستين, راح تتحول من هذه اللارفا تتحول الى ميل اور فيميل. هيك نكورن تو ذا جينيتك ماتيريال الموجوده ان ذا ذس لارفا. راح تنطيني شباب كوبوليشن بتوين ذيم حلمو تنطيني اللارفا دي بوست ان ذا ميوكوزا, تنطيني لارفا ذير از نو ايجز مثل ما قلنا. وهنا بالنسبه للميال افتر كوبوليشن حيصير بي حيصير داينج يموت حقيقه ديد. تبقى لي فقط الفيميال تبدي تخلي لي اكثر واكثر لارفا. اللارفا هذه شباب تدخل بالسيركوليشن وتبحث الى هاي بوكسيك or hypoxic area. احنا قلنا اكثر شيء هي اسكيت المصل. ف اني مصل شباب اني مصل. لهذا نشوف السانو سيمتومز حتى تكون according to the site of the infection and number of the parasite. يعني كلش very important. يعني نشوف انه ممكن حتى التانك ممكن انه يصير بانفكشن. وايضا الدلتويد اكثر شيء تفيدني بالدياجنوزز. يعني ممكن انه اخذ بيبسي even in the cardiac muscles. ونشوف شباب انه وراها حتى شوف رقم خمسة احنا وصلنا هسه ذا بالصورة اذا تشوفون قدامكم رقم خمسة. وتبدي لي تبقى تشوفون انه هذه الدائرة اللي خاصة بالهيومن مثل الدائرة هذه عبارة عن dead end. يعني هنا الهيومن اذا وصل للهيومن هو تقريبا حيصير الانفكشن يتوقف يعني يمل الهيومن. لكن اذا تلاحظون هذا البيج يعني رقم واحد بالنسبه للبيج ingestion of the meat scrub of the animals انه راح ياكل قلنا اي شيء يعني anything. فممكن ياخذ البقايا other big او بقايا rat او بقايا اللي هي تكون مصابه فممكن ان ينصاب. فلهذا تشوفون شباب رقم 2 و3 و4 و5 لا as human يعني نفس الشيء تدخل بالانتستين وبعدين تتحول الى male female copulation to produce more and more larva. زين وشوفنا ايضا ممكن انه الرات تنصاب ونفس الحال شباب. فهنا ممكن يصير big to big rat to rat وهذه بالرودنت يعني ممكن تكون محصوره او بالبيجز بيجز تو بيجز. لكن هنا أنا اعتبر هو زونوسيس ديزيز, اعتبر هذا الديزيز هو زونوسيس ديزيز. نلاحظ شباب انه الانفكشن كله ككله هو ممكن يصير خلال اسابيع. يعني خلال اسابيع انه ممكن انفكشن ممكن يصير سيدل داون اوف ذا لارفا ان ذا سكيت المصل. الاحظ هنا شباب انه بالسكند داي of the infection يعني after ingestion of the infected pork ممكن الميل انه قلنا مثل ما قلنا dies soon after wars. بعدين الفيميل حتبدي تبدي لي تسوي لي بافي باروس اللي تبدي تعطيني لارفا. الفيرتلايز فيميل starts releasing motile larva by the second day of the infection يعني ورا ست ايام فقط تبدي protection of the larva. والlarva continue to be discharged during the remaining part of the lifespan of the worm. وممكن قلنا يمكن يطول الى 4 weeks to 4 months يعني هاي بالماكسيمم بالمينيمم انه ممكن خلال شهر يصير الانفكشن وتبدي هي step down in the squeeze muscle. لكن each female gets to birth some 1000 larva. يعني تشوفون شباب انه ممكن
الوان وان فيميل ممكن يسبب مشكله لان حتبدي تنطيني لارج نمبر اوف لارفا. اللارفا انتر ذا انستن مثل ما قلنا عن طريق النفاس او عن طريق المزنتريك فانيول اور ترانسبورت انتو ذا سيركيليشن تو ديفرنت بارت اوف ذا بودي. لكنه ممكن انه هو ممكن تروح للمصل وممكن تروح للسي ان اس، لكنه بالسي ان اس هذا كله شرير لكن ممكن ان يحدث. وبعدين other than these sites ممكن يصير بها داي. احنا قلنا دائما انه هي ممكن يصير بالبلايند واي افضل طريقه شباب، و فراح يصير بها داينج. الديبوزيشن اوف ذا مصل ان ذا مصل حيصير وين اكثر شيء يصير بالسكند ويك اوف انفكشن. وبعدين يصير بها انستيشن to produce مثل ما قلنا شباب produce of nerves cell. فالسيست هذا هو راح يكون هذا السيست عبارة عن deposition of the larva beneath the muscle fiber. اللارفا راح تكون حجمها تقريبا 100 ميكرومتر، مايكرو مو مليمتر، ميكرومتر by 6 micron in size. They grow in size and becoming 1 millimeter long but remaining in tightly coiled. Then هو حيكون coiled و حجمه حيكون 1 millimeter. وبعدين يحيط نفس الشباب بفايبروس كابسول. لهذا هو من راح يؤكل راح يعبر الـ pH. ليش؟ because presence of the fibrous capsule راح يعبر الـ pH of stomach. The cyst is formed by the tissue reaction around the encapsulated larva. هي طبعا هذا احنا قلنا دائما الامنو سيستم يسوي trigger against any foreign body. هذا يعتبر foreign body فراح يبدي يسوي لي هذا الفايبروس كابسول against cyst. شوفوا شباب هاي الصورة، شوفوها شباب. اذا هذه تشوفون هذه الكويلز لارفا، كويلز لارفا، فلهذا جت التسمية سبايرالز، سترايكينيلا سبايرالز. سبايرالز هو عبارة عن كويلز اوف ذا باراسايت ان ذا مصل. وهذه هي الدائرة مدار شباب، هو الكبسول او الفايبرس كبسول اللي هو قلنا اللي هو جاي من الاميون سيستم اوف ذا بودي. تشوفون شباب ثلاث اشكال، يعني هنا تختلف الفيو مالتها، لكن هو المبدا واحد انه نسميها نيرف سيلز وطبعا انفكت ديفرنت سكيتال مسل سيل وكومبوتد ات انتو ذا نيرف سيل ذات سستين ات وذ نيرشمنت. يعني هنا تبدي تتغذى بصوره بطيئه الحقيقه، يعني هي اصلا بالدورمنت ستيج. هنا تشوفون أذر لأن أذر فيو ها لاترال فيو تشوفون شلون يصير بها الكويلد، وهي هاي يسموها شباب هي عبارة عن سبايرال جوفينايل. جوفينايل يعني هو السمول، جوفينايل يعني سمول لارفا. هذا هي هو الكويلينج of the muscles sorry coiling of the parasite in the muscle أسميها نيرس سيل. بالنسبة للباثوجينيسيز وكيكال فيتشر، قلنا دائما there is no specific signs symptoms. ليش؟ لأنه vary according to the first site of the infection, second according to the number of the parasite. هنا بالنسبة للسايت قلنا يا أما muscles يا أما CNS. وطبعا هنا يعني ممكن يسوي لي fatal illness إذا كان huge number of parasite infected the CNS ممكن يسوي لي fatal وممكن يعتبر قاتل لل human أو even animal. شوفوا شباب هذا سوري شوف هذا التيبل شباب تراكنوسيس سيمتوم قسمناها الى انتستينال بعدين سيركوليشن ومايكارديوم اند برين اند مينينجيس. احنا مثل ما قلنا هذه ممكن ان تحدث all of these things in one person or
ممكن فقط بالمسلز وممكن فقط بالسينس. يعني هنا راح تكون الساري والسيمتومز vary according to the site also onto the number. In the external mucosa حتكون الساري والسيمتومز هي nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain, headache. هاي طبعا هي نان سبيسيفيك, يعني هذه اللي هي اني وون مثل ما اخذناها اللي كنا انفكت انتستي, ممكن نسوي لي هذه هي لسته هي نوزي بومتنج اند دياريا. من تدخل بالسيركوليشن شباب راح تبدي لي شين تدخل تسوي الميجريشن. احنا قلنا دائما الميجريشن يكون دائما accompanied by the immune system trigger, فراح يكون هذا triggering of the immune system. ممكن شرح شرح ينطيني إيزينوفيليا أكثر, ينطيني شو allergic manifestation. هذا طبعا حتكون وياها الأديمة, periorbital conjunctivitis, photophobia, fever, chilly sweating, muscle pain, spasm وإيزينوفيليا. هذه كلها متعلقة باللارفا migration. any foreign body migrate through بدي حينطيني شنو؟ ينطيني يحفز لي immune system. المايوكارديوم ممكن انه طبعا يصير بي infection. حين قلنا any skeletal muscle و even heart, فيصير عندي chest pain, tachycardia و ECG chains, edema of extremities و vascular thrombosis. هذا كلها متعلقة بال infection of myocardium. بالنسبة للبرين and meninges, headache, supraorbital, vertigo, tinnitus, deafness, mental apathy, delirium, and coma loss of reflexes. أيضا هي هذا local, كل ما كانت الinfection in the CNS مثل ما قلنا حيكون more dangerous and more risk of death or يكون can be fatal. هنا شباب يعني تفصيخ أكثر على يعني infection. يعني أخذنا إنه stage of intestinal invasion ممكن إنه اعتبره incubation phase وإعادة الحقيقة اللي شرحناه, ومثل ما قلنا intestinal signs symptoms حتكون أنا specific ومثل ما أخذناها من هنا هذا التيبل, وأشوف إنه ال stage of muscle invasion أيضا هو acute طبعا phase, وممكن يحدث احنا قلنا بال first week of the infection after ingestion of the pork or infected pork. زين احنا قلنا الايزينوفيليا هي عبارة عن constant feature, ودائما الايزينوفيليا هو احد السانو سمس مالتها. هو شنو هو؟ تنطيني allergic, ينطيني allergic يعني manifestation. نشوف شباب هنا أكثر شيء هنا تكون related to the edema بينما eosinophilia والallergic manifestation in the hook or a scars or strongylite كانت شنو تنطيني picture of low flare syndrome. يعني شوية اختلافات according to the site of larval migration. Stage of encapsulation chronic اللي هي قلنا تبدي تنطيني تتحول إلى insisted larva as coiling parts in the skeletal muscle وتنطيني الشكل الكرونيك بالنسبة للبيوبسي, يعني البيوبسي شباب صار الدياغنوزيز أولي هنا راح ما راح أدور على egg, يعني there is no eggs, ولا راح أدور على general examination, ما راح ألقي شيء. راح أدور, أنا أتوقع إنه أشك إنه هذا trichinosis, أتوقع إنه in the muscles, لكن الحقيقة يعني ممكن أخذ muscle biopsy ولكن مو any muscle, يعني could be أنه أخذ معده taken off the biopsy. يعني إذا كانت infection شكيت إنه deltoid muscle وجانا البيشنت يعاني من pain in the deltoid والهستري يمشي ويتراك نوزل, ممكن أخذ sample وممكن هذه يعطيني
اني كوركت دايجنوزس وامشي وياه. لكن الحقيقه ممكن يعتبروا اكثر شيء هو عن السيرولوجي تيست، لان تنطيني يعني جود ريزلت according to the presence of the antigen and antibodies. ليش شباب؟ لأنه ممكن أنه ينطون أيضا larval antigen، ممكن أنه يعتبرون Bragman intradermal test هو عبارة عن screening test for the يعني مثل اللي شايفين TB والtest اللي هو يسوون screening test خصوصا بالمناطق اللي ستكون endemic، فيبدون ينطون هذه السيرولوجيك تيست تو ديتكت ذا بوزيتيف اور نيجاتيف ريزلت. تريتمنت هو الحقيقه كورتيكوستيرويد وميبانديزول اند البانديزول. كورتيكوستيرويد حتى اخفف اذا كان السي ان اس ممكن انفولف اخفف السانو سيمتومز والأديما، والألبندازول ميبندازول هو أنتي باراسيتات حتى أقضي على الأدلت عند النيو لارفا. الكونترول شباب، الكونترول هو عن طريق طبعاً proper cooking of pork and other meat likely to be infected. Smoking, salting and drying of meat لارفا. The most effective method of control is the stop the practice of feeding pigs with raw garbage and extermination rats from pigs farm limit the spread of infection. حقيقة أنا يشوفون إنه ال pigs يعني هنا عندهم طريقة تغذيته إنه ينطو anything والdirty وال waste material، فهذا هو سبب يعيد ال cycle of infection. وأيضا وجود الرات قلنا ممكن إنه يعيد أو يخلي الديزيز يكون ينتقل من رات إلى رات أو من رات إلى البيج أو يصير مشكلة. شباب خلصنا تقريبا التو باراسات اليوم، أخذنا استرانجولويد وأخذنا الساكين لسبيرالز. لا تنسون إحنا بعدنا بالنيماتودا، أخذنا تقريباً النيماتودا that infect small intestine اللي هي scars, hookworm, strongyloid and trichinella spirals. إن شاء الله على الـ next lecture حنتحدث عن النيماتودا that infect large intestine اللي هي enterobius أو pinworm الدودة الدبوسية، أو وثانياً هي trichor strichora اللي هي whipworm الدودة الصوتية. وبهذا بالمحاضرة إن شاء الله القادمة حتكون خلصنا اللي ما تدري infect intestine، تبقى لنا اللي هي extra intestinal إن شاء الله نشوف ناخذها هسه أو بعدين. بس إحنا ما زلنا في النيماتودا وما ما خلصنا very important and most common disease in the world، فلهذا احنا اهتمينا بها بشكل لانه هي هاي الـ يعني النيماتودا عند السيستودا راح ناخذها بها تقريبا هم ايضا كمون ديزيز، لكنه الاكثر هي بالنيماتودا. الاكثر ديزيز هي ان ذا نيماتودا. بالنسبه للشباب بالنسبه للحضور هسه راح اعطيكم رابط، حاعطيكم هسه رابط شباب للحضور، تكتبون اسماءكم وبها سؤال، يعني حل السؤال، تكتب اسمك وتحل السؤال. هم هذا راح يعطيك درجه يعني ان شاء الله كالمشكله مشاركه او امتحان يومي، وممكن وايضا على الحضور. هسه راح ان شاء الله ادز الرابط على الكلاس روم. زين شباب، اني كويشن؟ راح أدز الرابط بعد قليل، وانطوني أسماءكم وحلوا السؤال شباب. السؤال كلش قصير ما يحتاج إلى دقائق يعني إنه تحله. زين، أدز لك الرابط إن شاء الله.